عندنا صوم الجوارح، هذا صوم بطن فقط، صوم البطن. عندك يد، رجل، سمع، بصر، لمس، عندك هذه الجوارح لها صومها الخاص، صومها عن كل ما حرم الله عز وجل. كلمة غيبة أسمعها لم تصم أذني. مرأة أجنبية أتعمد النظر المحرم إليها لم يصم بصري. ألمس نعومة محرم علي لمسها لم تصم حاسة اللمس عندي. وهكذا. هنا أوقف. عندنا صوم عن مباحات، الصوم الذي يسقط به التكليف هو صوم عن مباحات وعن بعض المحرمات، مثل الكذب على الله ورسوله محرم، وهذا يجب الصوم عنه حتى يصح الصوم. لكن الصوم عن الأكل والشرب هو مباح، وهو مباح. عن الانغماس في الماء هو مباح. هذا الصوم مؤقت بشهر رمضان، وبما تصومه من ماذا؟ من صوم مندوب وصوم مندور إلى آخره. لكن هذا الصوم، عندنا صوم عن الغيبة، صوم في موسم معين في يوم معين، أو صوم واجب طول العمر. الصوم عن الأكل والشرب بياخذ أهمية عند الله عز وجل أكبر، وهو مباح، وهما مباحان، أكبر من أهمية الصوم عن الغيبة، عن الأضرار بالمسلمين، عن السعي في أي محرم. الغيبة لو اغتبت لا توجب عليك غيبتك للآخر أن تقضي اليوم الذي اغتبت فيه، لكن هذا لا. هنا ذنب كبير وصوم لا ينفع، سقط التكليف لكن صوم لا ينفع، سلب ثوابه، سلب ثوابه. فصوم الجوارح عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذه مرتبة ثانية. يقولون هناك صوم القلوب،